فريق الماركتينج ايوه انسان من انسان طيبين. بعثت لها على الفيسبوك يوم اللي قلت لي ما جاي يدخل، قلت لها هولك الحق ما جاي يدخل، شو اللي جاي يصير؟ ف انا عندي الويبينار انه صار لايف اي حسب خلاص، راح معناتها ينزل. معناتها انت الان سويته لايف، خلاص انت بلشته، ما انا حطيتك الان سويتك انه خلاص انت اللي مسيطر على كل شيء. يعني الآن في عندي حد موجود؟ خلينا نشوف، هاي في عندنا 7، في أوكي، يعني حضور ما 7. يسمعونا الآن؟ يسمعون يسمعون، نعم احنا لايف، اذا انت أوكي سويته تمام لايف احنا لايف خلاص. تفضل سالي، زاد فضلك زاد فضلك. حياك. طيب أهلا وسهلا بالجميع، بس ننتظر شوية لحد ما يكتمل الحضور بإذن الله وبعدين نبدأ إن شاء الله. بس كم من دقيقة نعطيهم فرصة. يا ريت يا اخوان تذكرون لي بس من اي بلد، نتعرف على بعض اكثر فترة لغاية ما نبدأ. انا الشات مو بظاهر معي اخوي عمر. والله يا استاذي ظاهر، وانا اشوف في عندك شباب من غزة، من السعودية، من المغرب، من لبنان، ما شاء الله. صحيح ما شاء اي الله ممتاز، بس انا مش ظاهر معي، طالع عندي كويستشن كيو هو ان اي طالع. ارجعك بس عليها مرة ثانية، ممكن هو في ويندوز ثاني، انت عارف هو بتاب مختلف، فالتاب ممكن صار جوه التاب الرئيسي. جوا التاب الرئيسي؟ اي اي انا مش شايفه لحد الان. انا عندي كل شيء باين. صحيح؟ اي اوكي جاني. حتى تمام الكويت تمام ما شاء موجودين. الله، حلو حلو. راح نسجلها ان شاء الله، في ناس تسأل عن تسجيل المحاضرة، راح نسجلها ان شاء الله بإذن الله، ونحاول ننزلها ان شاء الله في اقرب وقت. اخونا من غزة، من فلسطين، ما شاء الله نعم ما يكرم، موروكو، السعودية، لبنان، الكويت، المغرب، يا هلا يا هلا وسهلا. اهلا وسهلا، نورتونا نورتونا. أنا ما أكرم. طيب باقي دقيقة على الساعة 8، نعطيهم هالدقيقة إن شاء الله بعدها نبتدي. أهلا وسهلا بالجميع، حاليا نحن موجودين ولكن في انتظار المجموعة المتبقية إن شاء الله، كذا دقيقة فقط وراح نبدأ بإذن الله. يا جماعة الصورة واضحة عند الجميع، أنا مشير السكرين عندي المكتوب المحاضرة الأولى. لو الكل عنده الصوت والصورة واضحين يا ريت بس تأكدون عليه، تخلون واحد مثلاً. ممتاز ممتاز ممتاز، حلو 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 جميل. جميل جداً، أمور طيبة إن شاء الله. طيب نبدأ ولا ننتظر أخوي عمر؟ والله استاذ الغالي، انا اقول خلينا نتوكل عشان الشباب موجودين والبقيه خير وبركه، لو في عندهم اي اسئله ممكن أوه نرجع نعيد، او حتى بامكانهم يشوفون الفيديوهات المسجله. حلو
حلو تمام ان شاء الله، بس شوف لي التسجيل الله يحفظك، لانه كان موجود هني ما اعرف وين راح. كيف قصدك التسجيل؟ لو مسجل؟ كل شيء مسجل. حاليا مسجله هي؟ اي كله مسجل اوتوماتيك. تفضل. تمام، لانه كان موجود مساعد هني للتسجيل احد ما اشوفه. اذا نتوكل على الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم جميعا، واهلا فيكم في باكوره ان شاء الله محاضرات مع شركتنا العريقه تكمل. فمحاضرتنا الاولى ان شاء الله هذه من سلسله محاضرات راح تكون مجموع حاليا اربع، ولكن ان شاء الله يزداد التواصل باذن الله وتزداد السيمينارات. حاليا محاضرتنا الاولى لماذا العرب؟ لماذا الطلب؟ لماذا العرض والطلب؟ طبعا العرض والطلب المقصود هي استراتيجية العرض والطلب. فبالتالي لما نتكلم عن العرض والطلب العنوان جدا كبير، وخلف مفاهيم وخلف فلسفة واستراتيجية كبيرة احنا عادة نعطيها في دورة كبيرة متكاملة، ولكن راح نحاول نغطي في هذا السيمينار ان تكون في معلومات بسيطة، وحاول نعطي فكرة عن ايش هو العرض والطلب، وايش بيهايند العرض والطلب، ايش خلف العرض والطلب، ايش اللي قاعد يعمل هذه الحركات في السوق وفي الشارت، بحيث انه يتكون عندي شيء اسمه مناطق العرض والطلب اللي هي السبلاي اند ديماند. راح نبدا ان شاء الله. اللي ما يعرفني انا اخوكم محمد عجلان، عندي هاي الخبره البسيطه من 2009 من البحرين، طبعا اشتغل فقط باستراتيجيه العرض والطلب، وعندي عندنا بعض الاشياء اللي نقدمها، الدورات العامه والخاصه والتحليلات اليومية والويبينارات وتحويل أفكار إلى استجارة استراتيجيات وغيرها من الخدمات اللي نقدمها. ما أبي أطول في هذه السلايد كثير. المحاور اللي راح نتكلم عليه اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن ما هي مناطق العرض والطلب بداية، إيش مميزاته، إيش اللي يختلف استراتيجيات العرض والطلب عن المئات بل آلاف الاستراتيجيات اللي موجودة في السوق، إيش اللي يميز العرض والطلب، ايش هذا السؤال العميق اللي ممكن احنا يخلينا نتوجه الى العرض والطلب ما نتوجه الى استراتيجية اخرى، ايش اللي يخص العرض والطلب. هذا راح نتناول ان شاء الله بتفصيل. راح نتكلم عن سلوك السعر في العرض والطلب، وراح نتكلم عن فريمات المتاجرة، كيف انا اتاجر باستخدام العرض والطلب، وايش هي الفريمات اللي المفترض ان انا اتعامل معها وانا اشتغل في استراتيجية العرض والطلب، وفي النهاية هل هي فعلا استراتيجية تصلح لكل الأسواق؟ راح نجاوب على هذا السؤال لاحقا إن شاء الله في حينه. طيب، في مفهوم كبير خلف العرض والطلب، إيش هو؟ أنا أحب أن الكل يتفاعل معي على أساس بس أتأكد أن الجماعة وصلتهم المعاني، ولو ما وصل أي مفهوم أتكلم فيه يا ريت بس تخبروني، عندي الشات واضح يبين عندي، وأعتقد أن فقط أنا اللي أشوف الشات، فبالتالي ما في أي مشكلة يعني تكتبون لي، أنا اللي راح أشوفه فقط إن شاء الله. أوكي طيب، العرض والطلب يقول لك الله يسلمك إن السوق عادة مبني على الاحتكار. إيش معنى مبني على الاحتكار؟ مبني على الاحتكار بمعنى إن في ناس معينة هي اللي تحرك السوق. هل تتوقع اللي حرك السوق واللي يعمل الشموع هذه اليابانية الطويلة مثل ما هي اللي معاكم في الصورة، هل تتوقع أن هذه أفراد أم صناع سوق أم من بالضبط؟ هل هم التجار، المحافظ المركزية، البنوك، كبار المستثمرين؟ إيش تتوقع اللي حرك السوق؟ إيش تتوقع؟ جاوبوني في الشات الله يخليكم. من اللي تتوقعون هو المسؤول عن حركة السوق؟ من اللي حرك السوق؟ من اللي يعمل الصعود والهبوط والذبذبة؟ من يعمل هذه الاتجاهات؟ البنوك، شركات كبيرة، financial institutions، صناع السوق، صناع السوق، كذا كذا كذا. ممتاز، ممتاز جدا. فإذا اللي حرك السوق هم كبار المستثمرين أو صناع السوق. طيب صناع السوق علشان يملكون هذا الاحتكار، عشان يستطيعون انهم يحركون السوق، بالتالي لابد انهم يحتكمون على الاوامر اللي من خلالها يقدر انه يحرك السوق صعودا هبوطا على حسب ما هو حاب. علشان هو يحتكم على الاوامر ويدخل ويحرك السوق وينفذ اوامره، لابد الاوامر تكون متاحه.
شلون يعني الأوامر لابد تكون متاحة؟ خلينا ندخل على الشارت. خلينا ندخل على الشارت لحظة. عشان الأوامر تكون متاحة، بمعنى مثلا خلينا نقول مثلا الدولاريان في هذه الفترة، في هذه الفترة ايش اللي خلى عندي انا السعر يتحرك من هذه المنطقة، من هذه المساحة اللي هني زين الى هذا الهبوط الكبير؟ ايش اللي خليه يتحرك من هذا المكان؟ اللي خليه يتحرك من هذا المكان اللي هو ايش؟ اللي هو صانع السوق. صانع السوق هو اللي حرك، اللي حرك ايش؟ اللي حرك ال شو يسمونه، اللي حرك، الله يسلمكم، ابغى اجيب القلم المناسب، اللي حرك هذا المكان، هذا السعر الى هذه الحركه، كل هذه النزول. طيب هو ليش ابي يحرك، يحرك السعر؟ ليش ابي يحرك السعر صعود او هبوط؟ طبعا ساعات احيانا مش كل اتجاه يصلح لنا، ولا كل اتجاه يصلح للمتاجره، لكن كصانع سوق قادر انه يعمل لهذا الهبوط العنيف القوي. طيب هل تتوقعون ان الاوامر اللي هو احتاجها هل هي موجوده في هذا المكان كلها وكلها نفذها؟ هل تعتقدون فعلا انه ممكن تنفيذ هذه الاوامر بهذه الصوره؟ طبعا لا، ما ممكن. صعب انك انت تحصل كل الاوامر اللي تحتاجها على اساس ان انت تنفذها في مكان معين. فايش يعمل؟ اللي يعمل ظل عندي اوامر متبقية، ظل عندي ايش؟ اوامر متبقية. طيب الاوامر المتبقية ايش راح يكون مصيرها؟ يعني لو قلنا مثلا في هذا المكان صار في عندي انا تنفيذ لمثلا 30 مليون امر، مليون امر، 20 مليون امر، بغض النظر ايش اللي راح ممكن يكون، راح يكون في عندي متبقي. خلينا نخليها نسبه وتناسب علشان بس ما نتوه ولا نشطح في الارقام. خلينا نقول مثلا ان صانع السوق وضع هني عندنا 50% من الاوامر تنفذت، باقي كم؟ باقي من ال 50 الثانيه 50%. طيب هذه ال 50% تم تنفيذها ونزل السوق وعمل هذه الهبوط، ال 50% الثانيه ايش راح يكون مصيرها؟ مين يخبرني؟ مين يخبرني؟ خبروني في الشات، ايش تصوركم عن هذه ال 50% المتبقية من أوامر صانع السوق في ذي المنطقة على سبيل المثال؟ هلو هلو، تمام تمام حلو. طيب راح أقول لكم ال 50% راح تظل موجودة في هذه المنطقة، راح تظل موجودة فين؟ في هذه المنطقة، وما راح تتنفذ. كيف راح تتنفذ؟ راح تتنفذ لما يرجع السعر مرة أخرى ويزور هذه المنطقة، راح تتنفذ مرة ثانية. بمعنى إيش؟ بمعنى أنتم طبعاً كثير تشوفون على الشارت، خلينا ننظف الشاشة شوي، كثير تشوفون على الشارت أن في عندنا، خلينا نشيل هذه، أن في عندنا الله يسلمكم السوق يتحرك في صعود، أوكي، في صعود، رايح نازل متذبذب، مرة واحدة تصير عندي حركة قوية على فوق. هذه الحركة القوية في عندي مجموعة أوامر تنفذت في هذا المكان، في عندي مجموعة أوامر تنفذت في هذا المكان. طيب هل هي أوامر صانع سوق ولا أوامر مستثمرين صغار المستثمرين مثلي وكذا اللي يبون يستثمرون بكذا ألف دولار؟ لا طبعا صانع السوق، بس ايش اللي خبرنا ان هذه صانع سوق علشان انا اتبعه واخذ الليد من عنده وبالتالي ادخل في ذي الاتجاه؟ ايش اللي خبرني ان هذه صانع سوق؟ اللي خبرني صانع سوق اللي هي الشموع اللي تتكون الكبيره القويه، مثل ايش؟ مثل هذه المنطقه، هذه المنطقه، هذه الشموع صانع سوق، اوكي. فبالتالي اذا وصلت اني لمكان موجود فيه صانع سوق ومكان ما هي موجوده فيه الاوامر، أنا هذا اللي أبيه من هذه الاستراتيجية. طيب إيش؟ حن أنا دخلت وشفت إن الشارت قاعد يمشي بدي الصورة ويتحرك، ومرة واحدة أعطاني هذه الصعود القوي، إيش ممكن أعمل؟ اللي ممكن أعمله إن أنا يكون في عندي تصور إن هذه المنطقة منطقة وجود أوامر شرائية، فبالتالي لما يصحح الاتجاه ويتحرك بهذه الصورة وهو نازل إلى المنطقة، أوكي سامحوني الرسم عندي، يطلع منها مرة ثانية.
هل في كل الأحوال يصير هذا السيناريو؟ طبعا لا، مو في كل الأحوال. ليش؟ لأن في عندنا هذه النظرة العامة، لكن هذه علشان إحنا نتاجر ونبني أوامرنا على منطقة ما، لابد إحنا طبعا هذه التفاصيل ما أقدر أن أذكرها الآن كلها لأن تحتاج دورات ودورات، لكن إحنا نثبت المناطق. في عندنا عملية يسمونها عملية إثبات المناطق، وفي عندنا تقييم المناطق أيضا. في عندنا أكثر من شغلة تبين لنا إيش، تبين لنا أن هذه المنطقة هي منطقة فعلا، منطقة وجود أوامر، منطقة صانع سوق، وأيضا هي منطقة إيش، منطقة بتصلح للمتاجرة. فبالتالي أنا أضع أوامري مع هذه المنطقة. مفهوم هذه الكونسبت، هذه الشغلة، الفلسفة أو المفهوم من وراء مناطق العرض والطلب. طبعا ما راح ان ادخلكم في مصطلحات واقتصاد وكذا وغيره، والمنصات تبنى على عرض وطلب وهاي الامور، ولا ابي ادخل كثير من الاشياء، ولكن هذا المفهوم هل واضح؟ ممتاز، واضح. فاذا هذا هو اللي انا يخليني اروح حق العرض والطلب، اللي هي اقتناص الاوامر المتبقيه من ايش؟ من صانع السوق، وامشي في اتجاه. اوكي؟ طيب، فإذا لو بغينا نعرف، احنا الآن نعرف العرض والطلب، ايش راح اقول؟ راح اقول ان العرض والطلب هي المناطق اللي سبق وان تحرك منها السعر بقوة، سواء كان هبوط او صعود، بحركة بعد حركة ضعيفة. طبعا دائما الحركة القوية ما تكون بعد حركة قوية، لا، لابد انا اشوف في منطقة عرضية، منطقة ضعيفة، زين، بعدها تحرك السعر. مثل ايش؟ مثل هذه هنا، في تذبذب، في تذبذب، وصل السعر لهذه المنطقه واعطاني هذا الصعود الكبير، فتكونت عندي ايش؟ هذه المنطقه اللي تحت. ومثل هذه المنطقه اللي فوق، اعطاني السعر في تذبذب وبعدين رجع نزل، وبعدين رد امتحن هذه المنطقه مره ثانيه، وبعدين رجع في نزول. فبالتالي هي المناطق القويه اللي تتولد من مناطق عرضية أو مناطق فيها السوق يتحرك بحركة بطيئة. المناطق اللي فوق السعر تسمى منطقة إيش؟ تسمى منطقة عرض، مثل هذه المناطق اللي موجودة هنا بهاي المنطقة. ليش؟ لأن السعر موجود تحت. والمناطق اللي تحت السعر تحت تسمى منطقة إيش؟ منطقة طلب. فإذا المناطق اللي تعلو الأسعار مناطق عرض، والمناطق اللي تحت الأسعار زين وتطلع منها الاسعار لفوق هي مناطق ايش؟ مناطق طلب. هذه بصوره عامه انواع المناطق اللي موجوده عندنا. طيب الان عرفنا ايش المناطق العرض والطلب، والمفهوم من خلف المناطق، وايش انا ليش انا بالتحديد ابحث عن هذه المناطق، لان في اشياء موجوده في هذه المناطق واللي هي اوامر تبقيه ما يتلفها الزمن ولا تروح او تضعف مع مرور الوقت. ماشي؟ طيب الآن إيش اللي يميز هذه المناطق؟ إيش اللي يميزها؟ إيش الميزة اللي موجودة في هذه المناطق؟ أول ميزة، واللي أنا متأكد يبحث عنها الكثيرين، اللي هي تقليل وقف الخسارة. ليش يعني؟ وليش تقليل وقف الخسارة؟ لأن إحنا عندنا، سلمكم الله، في العرض والطلب عندنا المناطق واضحة جداً. إيش يعني واضحة؟ يعني إحنا عندنا بعض الأشياء نتبعها في العرض والطلب، واللي هي إيش؟ عندنا، الله يسلمكم، ان المنطقه، لو قلنا ان هذه الان منطقه عرض، طبعا رسمت بس يعني رسم سريع، ما ادري به منطقه او لا، ولكن هي اكيد منطقه، ولكن ما اثبتها. اللي خبرني انها هي منطقه جيده، وان منطقه اقدر انا يكون وقف الخسارة عندي اقل ما يمكن، ان انا عندي في العرض والطلب عندي اليه معينه اتبعها في ايش؟ في الوقف الخساره، وفي ايضا التيك بروفيت، جني الارباح. ايش هذه الآلية؟ الآلية ان انا لما تتحدد لمنطقة، والمنطقة ترسم بهذه الصورة من الذيل، هل احاول شوية اكبر على اساس بس يكون الرسم واضح، والمنطقة ترسم من الذيل بهذه الصورة، اوكي، فانا ما عندي مجال ان يجيني ستوب زين يضرب لي مثلا يقول لا والله انت راسم منطقه من الجسم وليس من الذيل، فكذا، فالسعر يطلع ويضرب لي ستوب مالي بعدين يرجع وينزل. هذه كثير من الشغلات اللي ممكن تصير، ممكن السعر يطلع بهاي الصوره يضرب لي المنطقه ويرجع ينزل. هاي طبعا تصير كثير لو انا ما عرفت ان انا اتعامل معاها، وانا كنت متداول في استراتيجيات مختلفه سنوات طويله من 2009،
وجربت كثير من الاستراتيجيات وكثير من المؤشرات. العرض والطلب قد تكون من نوادر الاستراتيجيات اللي تحميك من هذا الموضوع، تحميك. طيب، وعندنا ايضا شيء اخر في العرض والطلب اللي هو ايش؟ اللي هو عندي انا هنا منطقه احنا نسميها منطقه الحمايه. منطقه ايش؟ منطقه الحمايه. ايش هذه منطقه الحمايه؟ منطقه الحمايه انا عندي في العرض والطلب لكل فريم راح تدخل عليه في منطقة حماية معينة بعدد معين من النقاط لابد أن تتخليها في عين الاعتبار لو حبيت التاجر. منطقة العرض، منطقة الحماية تكون فوق المنطقة، فوق المنطقة. ولو عندي منطقة طلب مثلا، لو افترضنا أن هذه منطقة طلب موجودة هني، منطقة الطلب لو أنا افترض أن هاي السعر راح يرتد ويطلع، فمنطقة الحماية لابد أنها تكون موجودة تحت بهذه الصورة. بالتالي فين راح يكون عندي أنا وقف الخسارة؟ وقف الخسارة راح يكون عندي في هذه المنطقة على بعد عدد معين من النقاط، أيضا إحنا نعرفه وعارفينه زين في العرض والطلب، وأيضا أعلى من هذه المنطقة. الدخول عندنا طبعا أقل من إيش؟ أقل من هذه المنطقة في دي الصورة. وإذا كان في الشراء أيضا راح يكون عندي دي الصورة. طيب الآن لو أنا قست هذه المسافة، هل هي فعلا راح تكون، لو قست هذه المسافة من الدخول إلى إيش؟ إلى اللي هو وقف الخسارة، هل فعلا راح تكون وقف الخسارة بسيط؟ هذه الرد على هذه السؤال يا أخوان بشقين. الشق الثاني راح أجاوبكم عنه بعد قليل، راح أجاوبكم عنه بعد قليل، ولكن أنا بس حبيت إن أنا أبين لكم إيش، أبين لكم الآلية اللي توضع نضع فيها إحنا في العرض والطلب إيش نضع فيها وقف الخسارة، ما نضعها تحت القمة أو فوق، عفوا تحت القاع ولا فوق القمة وانتهينا، ولا عارفين نحطها بخمس نقاط ولا بعشر نقاط ولا كذا. لا، بالنسبة للعرض والطلب في آلية معينة وعدد معين من النقاط معروف مبين، وبناء على كل فريم وكل زوج، بحيث ان انت تعرف وين تخلي ايش وقف الخساره، فتتجنب ضربات السوق وتتجنب الحركات اللي يعملها السوق في 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 يعني ما بدي انا اقول في اصطياد اللي هو الوقف الخساره، لان غير مؤمن انا بدي الموضوع، ولكن في الوضع السليم في وضع الوقف الخساره. خلوها معكم بهذه الصورة أفضل، وراح نأكد على هذه المعاني ونعرف إحنا ليش وصلنا لهذه المعاني. طيب، إيش النقطة الثانية اللي عندنا؟ النقطة الثانية إن أوامرك باتجاه أوامر صانع السوق، وهذه إحنا قلنا وتكلمنا عنه. أنا إذا عندي أوامر وعندي منطقة هابط منها السعر هبوط جميل بهذه الصورة، وأنا جيت ورسمت المنطقة وناوي أن أنا أدخل مع رجوع المنطقة أو رجوع السعر إلى هذه المنطقة بذي الصورة، فأنا باتجاه أوامر صانع السوق. شلون أنا باتجاه أوامر السوق؟ لأن اللي وضع أوامر في ذي المنطقة وضع أوامر بيعية، فبالتالي لما أنا أبيع فأنا قاعد أبيع مع الأوامر البيعية في مع صانع السوق، واضح؟ فبالتالي هذه المنطقة منطقة قوية للبيع. خل أوريكم أنا شغلة كانت موجودة، يعني أنا نبهت عليها كثير في السابق، ولكن قليل اللي يعني في ناس كثيرين خافوا منها. يعني الانفصال اللي صار في هذه في سنة من السنوات بين اليورو والفرنك، طبعاً الكل تذكر هذه الفترة، لأن كثير من الشركات ضاعت في هذه المرحلة، وكثير من المتداولين أيضاً ضاعوا في هذه 2000 نقطة أو 2400 نقطة اللي نزل فيه اليورو فرانك، كان تذكروا. طيب، كل هذا النزول أنتم تظنون أن بقت أوامر فوق؟ يعني هل معقول أن كل هذا النزول، لاحظ كل هذا النزول بهذه الشمعة القوية، هل تظن أن ما زالت في عندي أوامر موجودة ما تنفذت؟ نازل 2000 نقطة 2400 نقطة اليورو فرانك في ذيك السنة، معقولة تظل في بقية أوامر؟ إحنا نقول لكم نعم. ليش؟ لأن هذه صانع سوق، صانع السوق لابد تكون عنده أوامر ما تفعلت، لأن الأوامر اللي عنده أوامر إيش كبيرة. طبعاً إحنا قعدنا ورسمنا المنطقة وانتظرنا انتظرنا انتظرنا كل هذه التذبذب علشان يصل إلى المنطقة. ولاحظوا يا أخوان اللمسة، لاحظوا إيش اللمسة. طبعاً أنت لو تاجر
لو تاجر بعوم مقاومات كان ممكن تحط انت ايش، تحط المستوى هني وتنتظره هني فوق. لو انت تاجر بعوم مقاومات راح تنتظره فوق. احنا عندنا بالرسم، الرسم السليم للعرض والطلب يكون بهذه الصورة. لاحظوا يا اخوان كم نقطة نزل، خليك من كم نقطة يعني تنفذت، كم نقطة نزل من بعد هذه النزول القوي، كم نقطة رجع نزل مرة ثانية. شيء غريب، شيء محير. لاحظ لحد الآن 1490 يعني 1500 نقطة، وهو نازل 2400 نزل 1500. لذلك من 2015 هذا النزول، لاحظ معي التاريخ تحت، من 2015 18/1/2015 إذا الجماعة يتذكرون هذه هذه التاريخ المشؤوم. من 2015 بعد 5 سنوات 6 سنوات ما زال ايش، ما زالت الاوامر موجوده. فهذا انا قاعد اكد لكم، الاوامر لا تبلى في العرض والطلب، الاوامر لا تبلى. فقط انت خلك مجتهد في تعيين مناطق العرض والطلب واثباتها وتقييمها، وبعدين علق اوامرك وانت مرتاح. احنا تعليق الاوامر كان بهذه الصوره، ووقف الخساره كان بهذه الصوره. لو انت تبي تشوف، لو انت باني صفقتك على هذه الاساس زين، فهذه مقياس الدخول وهذه مقياس السعر اللي وصل لحد الان. خلاص اقر الموضوع اوكي. لو انت تضع الجدولين او المربعين مع بعض، راح شوف مقياس الخساره بالنسبه حق مقياس ايش الربح، هل هي 1:1 ولا 5:1 ولا 6:1؟ مش اقل من 6:1 الربح مقابل إيش؟ مقابل الخسارة. وأيضا راح أستزيد في هذه النقطة لكن بعد قليل إن شاء الله بإذن الله. ولكن عرفنا أن إحنا كيف نكون مع أوامر صانع السوق صورة، إحنا في اتجاه أوامر صانع السوق، فبالتالي ما نخاف. أكثر استراتيجية شفتها تعطيك راحة نفسية في التداول هي العرض والطلب، وراح أقول لكم إيش الأسباب أكثر اللي تخليك تتداول بالعرض والطلب وانت مرتاح. راح اعطيك نقاط اكثر واحده 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 واحده. في اي نقطه يا جماعه تحسون انا قاعد ابالغ، انا ضربت بعض المفاهيم عندكم، كلامي مش منطقي بالنسبه لك، ما في مانع اكتب لي وانا قاعد اشوف الاسئله وراح ارد عليكم لو في اي نقطه غير واضحه، لو في نقطه فيه تحتاج نقاش. الموضوع الثاني اصطياد السعر وعدم ملاحقته. شلون يعني اصطياد السعر وعدم ملاحقته؟ شلون يعني؟ مو فاهم انا اصطياد السعر وعدم ملاحقته شلون يعني؟ انا في وين قاعد؟ يا جماعه السعر بمعنى ايش؟ خلينا احنا نضل على هذه المثال. المثال دي يقول لكم ايش؟ المثال يقول لك انت الان قاعد في ذي المنطقه، خلينا نكبرها، خلي تروح الشمع هذه. انت الحين قاعد في ذي المنطقه، هل انا ادخل ابيع من 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 هذه النزول؟ هل أنا أعتبر هذه نزول؟ هل أنا أعتبر هذه صعود وأدخل معه أكثر؟ يعني الذهاب مع السعر وملاحقة السعر يدخلك أحياناً في أشياء غير منطقية. بمعنى إيش؟ بمعنى أن أنت لما تتداول في متابعة السعر تبني قراراتك على إيش؟ على مؤشرات، تبني قراراتك على حركة مسبقة للسعر، على هيستوري معين، إلى جانب طبعا كل واحد يشتغل باستراتيجية مختلفة، ولكن دائما راح تدخل أنت مع السعر. نادرا لما تدخل معه في مكان معين خاص تبي السعر يجي لك فيه، واضح الكلام؟ راح تدخل السعر معه، راح تدخل مع السعر. وين موجود السعر راح تدخل معه. بمعنى إيش؟ بمعنى خلنا نفترض أن هني في عندي أنا مقاومة، اوكي خلينا نفترض ان انا عندي هي مقاومه، جات هذه الشمع الكبيره وكسرت هذه المقاومه اخترقتها، راح تدخل معها. فراح تدخل فين؟ راح تدخل مع هذه الاختراق وهي ناجحه، ممتاز جدا. لكن عرفتوا انتم عملتوا ايش هني؟ اللي عملتوه ان انتم دخلتوا مع السعر، دخلتوا مع حاله السعر اللي موجوده في ذي المكان. طيب هل كان ممكن ان السعر يعمل هذه الاختراق البسيط ويرجع ينزل تحت؟ طبعا ممكن، ممكن، ولا حد يقدر يكلمه. طبعا ممكن، نفس ما عمل هني كسر، اخترق هذا المكان ورجع نزل لك ليه تحت ورجع ركب فوق ورجع الى ان تحقق هذه الكسر او الاختراق. طيب انت ايش تقدر، شلون تقدر تحدد اي اختراق فيهم اللي هو السليم؟ هل هذه اللي موجود هني او هذه بالشمعة هذه الكبيره؟
شلون تقدر تعرف؟ في آليات، وأنا عارف إن اللي يشتغلون بهذه الصورة في عندهم أسرار وفي عندهم آليات معينة يقدر يعرفون، ولكن اللي أنا كنت أبي أقوله عن العرض والطلب، إن العرض والطلب إحنا ما عندنا هذا الموضوع. شو ما عندنا هذا الموضوع؟ إحنا نخلي السعر ينزل لمنطقتنا. ينزل ليش؟ لمنطقتنا. خلنا نأخذها بصورة ثانية. خلينا نقول إن أنت عندك سيارة تبي تشتريها، أوكي؟ أنا خاطر أشتري مرسيدس. المرسيدس بالنسبة لي غالي في ذي الوقت، غالية، في عليها طلب كثير وكذا وغالية، ما أقدر أشتريها. هل راح تشتريها عند أول نزول وتقول لا والله بس خلاص دام نزلت هالكم ألف دولار راح أشتريها، ولا راح تشتريها بناء على ميزانيتك أنت محددة معينة راح تبني شرائك لما ينزل السعر عندك في هذا المكان؟ راح طبعا تنتظر، لأن على أساس تقدر أنت تشتريها. بالنسبة للعرض والطلب، أنا عارف أن أفضل سعر للشراء أو لبيع اليورو فرانك اللي هذه المنطقة اللي فوق، أفضل مكان للبيع هاي المنطقة اللي فوق. شي اللي خليني أنا أبيع، شي اللي خليني أنا أبيع في هذا النزول البسيط، شي اللي خليني أنا أبيع في هذا النزول البسيط ويكسر علي ويخسرني، شي اللي خليني أنا أبيع في هذا النزول البسيط ويرجع ويخسرني. هذه كلها نقاط بيعية تعتبر تصحيحية وليس الاتجاه. الاتجاه يجي مع الأوامر اللي موجودة في هذه المنطقة. لذلك نقول يا أخوان، لا مساس بأي استراتيجيات ولا في عيب أي استراتيجية، ولكن استراتيجية العرض والطلب ما يميزها أن أنت تنتظر السعر يدخلك في منطقتك على أساس تنال أفضل سعر تقدر تبيع أو تشتري منه. لذلك راح تلاقي ان الحركة قوية، راح تلاقي ان وقف الخسارة بسيط لان انت اقتنصت من الرأس. يعني ايش رأيكم ان انا، يعني شوفوا انا محصل البيع من فين؟ محصل البيع من فين؟ محصلها من فين؟ من نقطة الدخول. لذلك هذه افضل الاسعار اللي تكون موجودة فيها، هي الاسعار اللي موجودة سلمكم الله مع اوامر السوق. نرد ونأكد نقول أوامرك في اتجاه صانع السوق. طيب إيش عندنا نقطة ثانية؟ نبي نتكلم عن الدخول المبكر للصفقة. إيش يعني الدخول المبكر للصفقة؟ الدخول المبكر في الصفقة يا أخوان، خل أعطيكم أنا مثال شوي يوضح لنا الدخول المبكر في الصفقة. خل نروح مثال ثاني، خل نروح الباوند مثلا. خل نروح الباوند. الباوند دولار، نعطيكم مثال شوي جميل. اوكي، نحن على فريم اسبوعي، خلينا ننزل اليوم. طيب شوفوا يا اخوان، بس لحظه بعطيكم مثال شويه يعني يوضح المفهوم بمنتهى البساطه. شوفوا يا اخوان، هذه المنطقه مثلا، شوفوا هذه المنطقه، هذه منطقة قوية ونزل فيها السعر طبعا بصورة قوية وارتد منها. طبعا هني دخل السعر أكثر في هذه المنطقة. بمعنى إيش؟ بمعنى هذه المنطقة ما كانت قوية كثير، ولكن هي منطقة. شو اللي يبين لي أيضا أن هي منطقة مش قوية كثير؟ أن السعر ما طلع منها الطلوع اللي مثل الطلوع هذه، لا، السعر طلع منها وبدأ يتحرك شوي وبعدين نزل، فهذه النزول مش قوي، فبالتالي هذه المنطقة تعتبر نوعا ما اقوى، ولكن هي عكس الترند في ذي الحاله. عموما اللي ابي اقوله عن ايش في ذي الموضوع، والله نسيت ايش كنت ابي اقول. الدخول المبكر، اي نعم، دخولك انت لما يجيك السعر سلمكم الله ويتذبذب، اوكي، ويتذبذب ويطلع فوق ويتذبذب ويسوي، يعمل لك ايش؟ ويعمل لك منطقه عرضيه. طبعا تعمدت ان ارسم هذه بعض الشموع اللي فوق، لأن هذه حال السوق، ما ممكن تحصل الأسعار في كل وقت، ولكن هي تسمى منطقة عرضية. طيب هذه المنطقة غالب الناس تدخل من فين؟ لما يصير في كسر من هذه المنطقة ويحتاجون تأكيد، وبالتالي ينتظر إعادة الاختبار إلى هذا المستوى وبعدين الطلوع منه. طيب حين أنتم خبروني، أي منطقة أفضل؟ هل هذه المنطقة أفضل للدخول أم هذه المنطقة؟
احنا بالنسبة لنا كعرض وطلب ندخل من فين؟ ندخل من تحت، لأن منطقة الطلب تبدأ من هنا، من هذا المكان. خلينا نمحي هذه. العرض والطلب تبدأ من هذا المكان، مع لمسة يطلع السعر. فأنا اصطدت إيش؟ اصطدت بداية الانعكاس، بداية الدخول. فبالتالي أنا أقدر أستخدم إعادة الاختبار للتعزيز، أو ما عزز وما شان في اتجاهي، ولكن اللي دخل من هذه المنطقة حصل نقاط كثيرة أكثر من اللي دخل من هذه المنطقة. هذا اللي كنت أبي أقوله، الدخول المبكر دائما الانعكاس يبدأ من هذه المنطقة أو من هذه القاع، وبعدين يبدأ الناس تبدأ تدخل وتدخل أوامرها وتنفذها. أنا خل أسألكم سؤال، أنتم تعتقدون من اللي أي منطقة فيها أوامر أكثر؟ من شرى أكثر بالنسبة حق هذا السيناريو؟ هل الكثيرين شروا في هذه المنطقة؟ ليش كله يطلع عندي أسود؟ أبي أغير اللون، مش عارف، مش عارف أغير اللون مع الأسف. طيب أوكي، أي عرفت 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 عرفت. نعم، هل الناس داخل في هذا المكان هم الأكثر، أو اللي دخل في ذي المكان هم أكثر، أو اللي دخلوا في هذا المكان هم الأكثر؟ غالبية المتداولين الآن، أنتم نظرتكم كم متداولين؟ أي منطقة، منطقة واحد، منطقة اثنين، أو المنطقة ثلاثة، من شارع أكثر في هذه المناطق؟ واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ أوكي يا جماعة، في جماعة ما قاعدة تشارك، خلينا نشوف المشاركات أكثر علشان إن شاء الله نستفيد بإذن الله كلنا. ممتاز، معظم الناس قالوا ثلاثة، في اثنين أو ثلاثة قالوا رقم واحد. ممتاز، اللي قال رقم واحد اشتغل عرض وطلب، وإلا ما في أي سبب يخليك تدخل. اللي قالوا اثنين ما حد لحد الآن ما شفت رقم اثنين، ولكن حقيقة في ناس يدخلون رقم اثنين، مش كل واحد ينتظر التأكيد. هذا اللي شوية يحاسب أكثر واجريسيف اكثر، ممكن شويه يعني ينتظر، ولكن معظم الناس تدخل مع الكسر، يقول لك لا والله احتمال يطلع 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 ويعدل ويطلع فوق مره ثانيه، ما يسوي لي اعاده اختبار، فتخاف ان تفوت الصفقه، فاجريسيف اكثر. الناس اللي ماشيه بركاده وبتأني وياخذون على ويحتاطون يبتدون من ثلاثه. طيب الان انت دخلت من رقم ثلاثه، دخولك سليم والاستراتيجيه اللي شغال فيه ممتازه، ولكن خلينا نفترض ان انت عندك استراتيجيتين ممتازين، استراتيجيتك انت الحاليه اللي تشتغل فيها، وعندك استراتيجيه تعطيك الدخول من هذا المكان من رقم واحد، ايش راح تفضل؟ اللي راح تفضله بطبيعه الحال الدخول من تحت. ليش؟ لان انت اولا لو دخلت من المنطقه هذه، فين راح تخلي الستوب لوس مالك؟ راح تخليه بذي الصورة. يعني مو معقول أنت راح تضع أو باختلاف الناس يعني 15 نقاط، راح تعتبر أن هذه المكان أوكي هو المكان اللي ما راح يرتد منه السعر، راح يوصله ويطلع، بينما لا، ممكن يرتد، ممكن يدخل في هذه المنطقة أكثر. أوكي، لكن لو دخلت أنت من هذا المكان، أولا أنت أخذت السعر من بداية الحركة، ثاني شيء أنت عارف ستوب لوس مالك فين راح تخلي هذه المنطقة، وعندك الستوب لوس تحت المنطقه، يعني انت عندك ليفل، عندك مستوى، وعندك منطقه، فالمنطقه تغطي لك اكثر حيز ممكن وتحميك من وقف الخساره. ليش انت محتاج هذه الحمايه؟ لان بمنتهى البساطه ممكن السعر ينزل يدخل في المنطقه او يطلع. غريب يعني، ليش ممكن يدخل السعر؟ من يقول لي يا جماعه ليش السعر ممكن يدخل؟ هل دخول السعر هذه لعبه، حركه من صناع السوق؟ ايش الدخول؟ مع انا شوي استطردت في هذه النقطه، بس علشان نتاكد ان احنا فاهمين الموضوع صح، لكن خلينا نرسمها بصوره مختلفه شوي، لان انا ملاحظ من فتره طويله ان كثير من الناس تتداول بهذه الصوره. خلينا ارسمها انا في منطقه ثانيه. عندي انا هذه الليفل، عندي هذه الليفل اوكي، وعندي هاي الليفل الثاني، خلكم معي يا اخوان حق هذا السيناريو اوكي، والسعر تحرك معي، مش فوق رجع تحت مثلا، وراح كسر ورجع.
الآن هل السعر يرتد من هذه النقطة ويطلع، أو السعر ممكن يدخل ويطلع؟ في شيء مانع يخلي السعر يدخل، أو بينما السعر المفروض يدخل ما يرتد من هنا؟ إيش رأيكم؟ فكروا معي في هذه النقطة. أنا بس أحاول أضرب شوية بعض القناعات الموجودة. هل في شيء يجبر السعر يتحرك من هذه النقطة؟ طبعا لا. هل في شيء يمنع أن السعر يدخل؟ طبعا لا. لكن إيش اللي يخليني أنا بهاي المثال تقريبا أكون متأكد أن السعر راح يدخل؟ الآن بقول لكم إياه الآن يا جماعة، خلوا في بالكم. ليش متأكد؟ لأن يا جماعة السعر في صعودة عمل شانل. عمل إيش؟ عمل شانل. في كثير من الناس يقفلون عن هذه النقطة، في كسر حق هذه القناة السعر عمل إيش؟ عمل شانل. فبالتالي طبيعي أنه يمس هذه المنطقة ويطلع. هذه المقاومة، هذه المكان اللي احنا راسمينه مساعة، هذه ما مجدي، غير مجدي. لما يطلع السعر طلوع ضعيف ويرجع، لا تتوقع أنه يرتد من هذه السعر، توقع أنه يرتد من هذه الليفل، لأنه عمر قناة سعرية، قناة سعرية. فبالتالي الطبيعي أنه يكون يرجع لهذا المكان. هذا المستوى، هذا المستوى الآن غير مجدي ولا يمسك السعر بتاتا، بتاتا useless. وهذه يا جماعة لازم تخلونا في بالكم. فبالتالي لما أنا آية وادخل من هذا الليفل وهذا الليفل ويصل عندي السعر، يكون جدا ممتاز. طيب، ما بينا استطرد، بس حبيت أن أنا أوضح هذه النقطة. خلينا ننتقل حق النقطة اللي بعدها. قلنا طبعا الدخول المبكر للصفقة، قلنا أن المناطق تجذب السعر أو المناطق تجذب الأسعار. ليش المناطق تجذب الأسعار؟ معقولة في منطقة تجذب الأسعار؟ شنو المقصود من 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 وراء هذا الموضوع؟ اللي المقصود يا جماعة أن اللي حرك السعر كان أنا في عندي أشياء يرتد من السعر. في ناس يسمون بعض المقاومات، في ناس تقول على عرض وطلب، في ناس باستراتيجيات مختلفة، هارموني، إليوت، كذا، كل واحد عنده استراتيجية معينة. طيب، فاللي حرك، اللي حرك الأسعار أنا بالنسبة لي كمتداول عرض وطلب اللي هي المناطق. لما تجيني منطقة جات مني بهذه الصورة طق فيها السعر ونزل، لما تجيني منطقة ثانية حركت السعر يعني حركة بسيطة، جاني سعر وتحرك وأعطاني هذه الصعود البسيط. لما تجيني منطقة ثانية مثلا وتعطيني هذه المنطقة، فهي نزلت هذه السعر. لما تجيني في هذه المكان طلعت السعر شوي. فبالتالي أنا بالنسبة لي السوق هذه نزلت السعر من هذه المكان. أنا بالنسبة لي السوق ما هو إلا إيش؟ هذه منطقة طلعت السعر من هذه المكان، لأن أنا عندي منطقة في دي الاتجاه. فأنا بالنسبة لي السوق مليان مناطق، والسعر ما هو إلا يتحرك إيش؟ يتحرك في المناطق، مناطق العرض والطلب، وتقدر ترسمها وانت رايح آلاف بالمئات المناطق. طيب، فإذا السعر تقدر أنت تفهم الطريقة بأن السعر محتاج المنطقة علشان يتولد عند العزم، فبالتالي يقدر يتحرك. في دعم لازم يكسر، في مقاومة لازم تخترق، لازم يصطد السعر بأمر، بمنطقة فيها أوامر، فبالتالي تكسر إيش؟ تكسر الدعوم، تكسر المقاومات، فيتحرك السعر. فبالتالي خلينا نقول مثلا إحنا هذه المنطقة، هذه المنطقة إيش اللي جاب هذه الشمعة؟ منطقة، أوامر وضعت بهذه الشمعة، انكسرت بهذه المنطقة أو هذه الدعم والمقاومة القوية. فأنا محتاج المناطق ومحتاج الأوامر على الشارت بحيث أن السعر يتحرك. فلما عندي منطقة آجلاً أم عاجلاً راح يرجع لها السعر، راح يأتيه السعر آجلاً أم عاجلاً. فبالتالي لما ترسم منطقة وتكون مع الاتجاه وتعلق الأمر، ثق أنه يابد أنه يجيه السعر، وإن ما جاه السعر فرح يولد لك مناطق جديدة تقدر تشتغل عليها. لذلك يعني هني مفهوم إن المناطق إيش؟ إن المناطق تجذب الأسعار. هني جانا هذه المفهوم بالنسبة حق العرض والطلب. طيب، النقطة الأخيرة بالنسبة حق مميزات المناطق، واللي هي أهم نقطة في محاضرة اليوم، اللي هي الربح إلى الخسارة 3 إلى 1. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا أنا مساعة تكلمت فيه ولكن ما تعمقت. يا جماعة، أحد مبادئ العرض والطلب
احد مبادئ العرض والطلب ان دائما تدخل في الصفقه اللي ربحها على الاقل ثلاثه اضعاف ايش؟ ثلاثه اضعاف خساره. الربح ثلاثه اضعاف الخساره. هل هذه دائما ممكن؟ لا، مو دائما، لذلك احنا ما ندخل في اي صفقه ابدا. احنا ندخل في الصفقات اللي لما نصممها تعطينا ثلاثه الى واحد. طيب الحين في احد يقول لي طيب يا محمد انت شلون تعرف ان هذه المنطقه راح تعطيك ثلاثه الى واحد فبالتالي تعلق اوامرك فيها؟ احنا يا جماعه باختصار في عندنا العرض والطلب، الدخول من منطقه الى منطقه مقابله. شلون؟ يعني لو انا حين عرفت ان هذه المنطقه، خل اكبرها واجي مني، لو انا شفت ان هذه المنطقه قويه وانا قررت ان انا اعلق الامر في هذه المكان ومنتظر السعر يعمل حركاته ويعمل كذا. طبعا كثير من الناس لما تشوف شمعه زرقاء 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 اولى هذه راح يكسر المنطقه. احنا بالنسبه لنا ابدا، احنا في الشمعات الشرائيه معلقين امر بيع، ننتظر من فوق، ما تخرعنا هذه الشمعات، لان هذه دخول مع صانع السوق وليس مع اي حد ثاني. طيب ايش اللي خليني انا اقول هذه المنطقه تصلح للمتاجره؟ منتهى البساطه ان انا لما اضع الامر اشوف معدل وقف الخساره عندي واشوف ان هل ممكن الصفقه تجيب لي 3 الى 1. طيب شلون اقدر اعرف انها تجيب لي 3 الى 1؟ ما في منطقه مقابله، ما في منطقه مقابله تصدني من ان السعر يجيني ويعطيني 3 الى 1. بمعنى ايش؟ بمعنى لو انا عندي منطقتين الان، عندي منطقه في هذا المكان وعندي منطقه في هذا المكان، منطقتين عرض، وجاني السعر زين ونزل في المره الاولى زين وراح بيرجع حق هذه، بيرجع حق هذه المنطقه. الان هل انا هذه المنطقه تصلح للمتاجره ولا لا؟ انا اشوف من هذا الليفل، عفوا من هذه الليفل الى هذه الليفل اللي هي معدل وقف الخساره، ومن هذا الدخول الى المنطقه المقابله، هي المنطقه المقابله الوحيده اللي ممكن تمنع السعر انه هو ايش؟ انه هو ما يكمل نزوله. هل هذه يعطيني معدل واحد الى ثلاثه؟ واحد الى ثلاثه، بمعنى لما انا ادخل خسارتي 100 دولار ولكن لما اصل لتيك بروفيت مالي، تيك بروفيت يعطيني 300 دولار، هل هذه الصفقة تعطيني هذا المعدل ولا لا؟ لو تعطيني هذا المعدل أعلق الأمر وأدخل. لو ما تعطيني دي المعدل، بمعنى عندي منطقة في الوسط هني ممكن تصد السعر، بالتالي هذه الصفقة راح تعطيني 1 إلى 2 أو 1 إلى 1، ما أدخلها. طيب ليش الواحد يكون بذي الطريقة يعني يتشدد في ذي الموضوع؟ لأن يا إخوان إحنا عندنا هذه مبدأ من مبادئ العرض والطلب. خل أنا عملت لكم بالشارت بحيث إن هي تكون أوضح. شوفوا يا اخوان، شوفوا يا اخوان، هل بس نجيب طال عمركم اللي هو الرايبول. شوفوا يا اخوان، هذه واضحه، هذه السلايد اللي طلع الحين واضح، ان شاء الله يكون واضح لكم الشيت. هذه الشيء يا جماعه صممت بحيث ان احنا نوضح هذا الموضوع. بمعنى ايش؟ نسبه النجاح الاستراتيجيه، هذه الاكسل شيت واضحه، يا ريت اذا واضحه بس تذكرون لي واحد عشان اتاكد، ان احس انها صغيره من جهتي شويه، ان شاء الله تكون واضحه للجميع. حلو حلو ممتاز. نسبه نجاح الاستراتيجيه، مجموع الصفقات الرابحه، مجموع الصفقات الخاسره، الصفقات الخاسره، معدل الربح الى خساره 3 الى 1. خلينا نفترض يا اخوان انا عندي 100 صفقه، ال 100 صفقه 30 منهم او 50 منهم ربحانين، 50 رابحه و50 صفقه خاسره، بالتالي نسبه نجاح استراتيجيتي كم؟ 50%. نسبه نجاح استراتيجيتي 50%. طيب لو انا عندي 50 صفقه رابحه و50 صفقه خاسره ومعدل الربح للخساره عندي 3 الى 1، بالتالي 50 في 3 150 دولار في نهايه الشهر، لو كانت انا شهري 100 في 100 صفقه، بينما الخاسره 50 في 1 50 دولار فقط. فاذا ربحي 150 خسارتي 50، مع ان نسبه نجاح صفقتي في هذا الشهر 50% فقط. طيب لو قلنا انا عندي بس فقط 40% من الصفقات رابحه و60% خاسره، لاحظ كل هذه الازرق الغامج هذه خساره.
عفوا ربح، وهذه الفاتح خساره كنسبه. عندي انا نسبه الصفقات الرابحه 40% فقط. تخيل انت استراتيجيه نسبه نجاحها 40%، تخيل 40%، من يبحث عن استراتيجيه نسبه نجاحها 40%؟ ما في. اذا ما تلاقي استراتيجيه نسبه نجاحها على الاقل 70%، ما تهلك روحك وتتداول فيها. ولكن لان احنا عندنا في العرض والطلب عندنا هذه المبدا، ان صفقات مبنيه على معدل ربح الى خساره 3 إلى 1، فبالتالي انا ما عندي مشكله لما اسوي استراتيجيتي في شهر من الشهور اعطتني 40% نجاح فقط. ليش؟ لحظه، والارباح ربحي راح يكون 120 مقابل خسارتي 60، فبالتالي 120 ناقصها 60، $60 ربحان في نهايه الشهر. طبعا بغض النظر انت كم تدخل صفقاتك واللوت مالك والفان مانجمنت وهي الامور. طيب خلينا نروح اكثر تشدد، خلينا نقول انا نسبه نجاحي في هذه الاستراتيجيه فقط 30%، فقط دخلت وحققت 30% نجاح في هذا الشهر بهذا المعدل. بمحافظتك على هذا المعدل راح ايضا تحقق ربح $90 بينما خسارتك $70، فاذا ايضا راح تدخل وتكون ربحان. تخيل الان لو ان انت صفقتك او شغلك بهذه الاستراتيجيه اعطتك 70% نجاح، 70% نجاح، لاحظ الارباح كيف راح تكون، 210 مقابل $30 فقط. هاي اذا فقط 70% نجاح. فبالتالي اللي ابي اوصله من هذه السلايد يا اخوان، ان مبدا 3 إلى 1 مبدا اساسي في العرض والطلب. اللي ما يحافظ على هذه المبدا في استراتيجياته فهو ما يشتغل عرض وطلب. هو ايش؟ ما يشتغل عرض وطلب. هو يظن انه يشتغل عرض وطلب لكنه ما يشتغل عرض وطلب. 3 إلى 1، هذه من احد المبادئ اللي احنا نشتغل فيها في العرض والطلب. طيب انا بحاول شويه، لان هذا السلايد هو اللي كان مهم جدا بالنسبه لي، اللي هو فيه اللي هو المميزات، مميزات العرض والطلب، مميزات المناطق، ولكن راح احاول ان شاء الله على السريع في السلايدات القادمه. عملت لكم انا الله يسلمكم مقارنه سريعه بين العرض والطلب والدعوة والمقاومات. في ناس تخلط كثير، وفي ناس يقول طيب انا ليش اللي خليني انا اشتغل انا عرض وطلب، انا اشتغل دعوم مقاومات نفس الحال. يعني يا جماعه الدعوم والمقاومات تختلف اختلاف جذري عن العرض والطلب، كقوه، كارتدادات، كتكون، كتعامل السوق لها تختلف اختلاف جذري. خل اضرب لكم مثال. شوفوا هذه الصوره يا اخوان، لاحظوا في هذه المنطقه، في هذا المكان، لو كنت انت تشتغل دعوم ومقاومات راح تضرب لك الستوب. ليش؟ لان هذه الذيل تكون، اما انت ترسم دعومك ومقاوماتك من الجسم بهذه الصوره من هاي المكان، او ان انت ترسم دعومك ومقاوماتك من الذيل، واحد منهم، ما راح ترسمها بطريقه مختلفه. وفي الحالتين لما ترسم انت من الجسم او ترسم من الذيل، فبالتالي هذه الصفقه راح تخسرك. ليش؟ لان هذه الذيل اللي نازل ضرب ستوبك. انا بالنسبه لي كدعم كعرض وطلب، اول شيء هذه المنطقه، هاي منطقه العرض رسمته، هذه منطقه العرض، عفوا منطقه الطلب، وبعدين عندي مثل ما خبرتكم عندي منطقه ايش؟ منطقه الحمايه اللي عندي موجوده، وبعدين يجي عندي رف الخساره. فاللي اسس استراتيجيه عرض وطلب عارف السوق ايش يعمل، ايش يعمل، جاي ياخذ اوامر من هذه المنطقه. شلون يجي ياخذ الاوامر؟ يجمعها في الاسهم وفي كذا، يسمونهم التجميع، يجمعها. طيب فرضا انت ما عملت بذي الصوره، فرضا انت جيت هني في هذا المثال وانت راسم دعومك ومقاوماتك بذي الصوره، اما من هذا الذيل واما من الاغلاق. اغلاق هذه الشمعة طبعا، هذه الاغلاق. لاحظ السعر جه فين وارتد، السعر وصل لهني وارتد، لا وصل لهذا الليفل ولا وصل الى هذا المستوى. ايش اللي خلاه يرتد من هذا المكان؟ اللي خلاه يرتد العرض والطلب، المناطق، منطقه الطلب الموجوده هي اللي خلت لهني فوق، هي اللي خلته يرتد ويصعد. فبالتالي اللي ابي اوصله يا جماعه، وليس هضم حق الدعوم والمقاومات ولا اللي يشتغل فيها،
ولكن واقع السوق يحترم الدعوم المقاومات ويتعامل معها بصورة أفضل من تعامله مع الدعوم المقاومات، يحترم العرض والطلب أكثر ويتعامل معها بصورة أفضل من تعامله مع الدعوم والمقاومات. هذه لابد نحن نخلي في اعتبارنا لو احنا يعني طريقة شغلنا عرض وطلب. طيب الأمر الآخر اللي أنا أبي أقوله بالنسبة حق هذا الموضوع، وخل أحاول أبين على الشارت، خلكم معي ثواني. اللي أبي أوصله لكم يا جماعة أيضا من كأحد الاختلافات الموجودة، إن في العرض والطلب في ناس كثيرة يقولون إن كلما ارتد السعر من المنطقة، منطقة عفوا من مستوى الدعم والمقاومة، زاد المستوى قوة. طيب هذه ممتاز، هذا كلام جميل، ولكن في المقابل كلام خطير. ليش كلام خطير؟ لأن أنت ما تعرف متى راح ينكسر المستوى. يعني خلينا نفترض الآن عندي هذا المستوى، ارتداد مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان، فرجع السعر مرات كثيرة، لكن في كل مرة إيش يعمل؟ في كل مرة يعمل لي حاجات مش كويسة، يعمل لي ذيل، يعمل لي ذيول، يعمل لي اختراقات، يعمل لي اختراق هون، يعمل لي مستوى كبير. طيب إذا فين الاحترام حق الليفل؟ صورة عامة أول ما رسمته هو ممتاز، هذا الليفل جدا قوي، نزل السعر، لكن لما أي فعليا أتداول عليه إيش راح تعمل فيني هذه الذيول؟ لا راح يعني تخرب شغلي بالكامل. الشيء الآخر أنا مش عارف الاختراق والكسر راح يكون فين بالضبط، عفوا راح يكون فين، مش عارف، ما أدري هل راح يخترق المستوى الآن، كل ما راح يجي هل راح يخترق الآن أو راح ينزل، راح يخترق في المستقبل، مش عارف. العرض والطلب، إحنا يا جماعة الخير العرض والطلب، خلا أرسمها لكم بصورة سريعة. العرض والطلب شلون نشتغل عليه؟ نشتغل عليه يا إخوان لما يجيني السعر هابط من مكان معين ويعطيني قوة صعود، هني عرفت أنا في هذه المنطقة عندي أوامر معلقة وهني في وجود لصانع السوق. طيب إيش راح أعمل؟ اللي راح أعمله أني أنا أحط بالي وأخلي بالي من هذه المنطقة، لما يجي السعر ويزور المنطقة ويتذبذب، طبعا إذا تلاحظون دائما الصعود سريع الرجوع بطيء، هذه معناته مناطق شنو؟ مناطق نموذجية، الصعود سريع ولكن الرجوع لها إيش؟ بطيء جدا. لما يرجع لها مرة ثانية يبدأ الطلوع مرة أخرى. طيب الآن هل هذا الشيء إلى ما لا نهاية؟ طبعا لا. الآن هذه المنطقة، الآن مديت شوية زيادة، الآن هذه المنطقة لما يرجع لها السعر مرة ثانية، المنطقة دي يا جماعة الخير خلاص صار عليه كروس، انتهت استنفذت، صارت بالنسبة لي منطقة ملموسة، الأوامر تنفذت على مرتين، السعر زار هذه المستوى أو هذه المنطقة مرتين. الأوامر إذا ما تنفذت في المرة الأولى وظل منها شيء فتنفذ في المرة الثانية. الآن المرة الثالثة هل أيضا أعلق الأوامر وأتوقع أن السعر يرد يطلع؟ لا أبدا. فبالتالي أنا أخذ القوة من اللمس الأولى حق المنطقة فقط، بعدها تدخل عندي أمور ثانية أنا أطبقها في الاستراتيجية نسميها إحنا تأكيدات، وإلا فهذه المنطقة ملموسة وانتهيت منها، أنتقل إلى زوج آخر وإلى منطقة ثانية أو إلى فريم آخر. فبالتالي شغلك أنت أقل على المناطق ولكن أكثر قوة وأكثر ضمان. ليش؟ لأن تشتغل عليه أنت مرة واحدة وانتهينا، لكن لما تشتغل على منطقة كثير من المرات أنت هني ما ممكن تتكهن في أي مكان، في أي لمسة الاختراق راح ممكن يكون، وراح تدفع والذيول هذه إيش راح تعمل فيك هاي الذيول. فبالتالي أنا أتكلم عن شيء قوي ولكنه غير دقيق بالنسبة حق الدعم والمقاومات، لكن بالنسبة حق العرض والطلب فأنا عارف بالضبط الرسم فين يكون، عارف بالضبط فين الليفل اللي أنا راح أدخل عليه من هذا المكان، عارف بالضبط المستوى اللي راح أوقف خسارتي فيه، وعارف إن الصفقة راح تجيب لي إيش 3-1. هذه مقارنة سريعة مع احترامي للجميع اللي يشتغل بالعرض والطلب بالدعم والمقاومات، ولا انتقاص من أحد، ولكن مثل ما قلت لكم أنا واحد كنت أشتغل بهذه الصورة، كنت أشتغل دعوم ومقاومات وترندات وكسر الترندات ومؤشرات وكل ما وإكسبرتات ومؤشرات برمجنا كثير 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 منها. ولكن بعد ما وصلت
في 2012 تقريبا الى العرض والطلب، اعتقد 2012 او 2014. خلاص يا جماعه، بس بدات الخبرات تتراكم عندي، وانتهيت من تجربه اي استراتيجيه اخرى. خلاص هي كانت ملاذي، هي الشيء اللي انا كنت ادوره من فتره طويله. طيب فقلنا بالنسبه حق اللي هو وين وصلنا، قلنا بالنسبه حق السلوك السعر كيف يتعامل مع الدعوم المقاومات، واعطينا بعض الامثله بالنسبه حق سلوك السعر وكيف انه هو يلمس المنطقه ويتحرك منها. وتكلمنا ايضا عن اي فريمات المتاجره، فريمات المتاجره ما تكلمنا فيها. فريمات المتاجره يا اخوان اللي نقصد فيه ايش؟ اللي نقصد فيه ان احنا ما ندخل شراء على كل منطقه. احنا نفلتر المناطق اول خطوه بناء على تقييمهم وبناء على ايش؟ وبناء على اثباتهم. وبعدين ايضا نفلترهم بناء على التايم فريم. في العرض والطلب ندخل على ثلاثه فريمات، 3 تايم فريم. اذا تتذكرون يا جماعه الجلسه اللي عملتها اعتقد من اسبوع في تحليلنا ما قبل افتتاح بورصه لندن، كنا احنا نتكلم، كنت اقول حق الاخوان ان في عندي على الذهب على الفريم الاسبوعي في عندي ترند هبوط، وعندي منطقه عرض قويه، وعندي على الفريم اليومي منطقه طلب قويه مع عرض قويه. ولكن انا كنت بايع من هذا المكان، عفوا كنت شاري من هذا المكان. طيب اي واحد يجي الان حق الذهب ويشوف ان في عندي منطقه عرض قويه، يقول اوه هاي منطقه ممتازه انا اقدر ابيع منها. ليش اقدر ابيع منها؟ لان الذهب في هبوط، صار له فتره طويله في هبوط. لحظه، صار له فتره طويله. طبعا انا الفريم اليومي لما تروح انت على 4 ساعات راح تشوف هذا الهبوط كله، وهذا الترند، وهذا الترند، هذا الهبوط. طيب هل انا ارجع ابيع الذهب؟ لا. ليش ما ارجع ابيع الذهب؟ لان انا عندي في العرض والطلب الذهب وصل الى منطقه عرض قويه جدا على الفريم ايش؟ الشهري. وصل لها بهذا المكان، لاحظ هاي الشمع الحمراء، وصل عندي الى منطقه طلب قويه على الفريم الشهري. فبالتالي عندما كنت اقول في السيمينار او في الجلسه ان اجمع اللي كان يبيع الذهب يتوقف حالا، ممنوع منعا باتا بيع الذهب اني مور. ليش؟ بسبب هذه المنطقه. الان هل انا ابيع من ذي المنطقه؟ طبعا لا، انا بانتظار منطقه طلب تتكون اشتري منها، واللي هي فين كانت موجوده؟ كانت موجوده في هذا المكان، هذا المكان، هذه المنطقه متداخله مع منطقه الشهريه اللي انا رسمها على هاي الخطوط، هي اللي توضح لك المنطقه الشهريه. واضح؟ طيب الان هل انا ادخل على الفريم الاسبوعي؟ تخبرني يا محمد ان انا ادخل على الفريم الاسبوعي؟ طبعا لا، لكن لو حبيت ما في مانع، لان انت في النهايه اذا انت تدخل بلوت على الاسبوعي راح تدخل بربع لوت بنص لوت، فكمخاطره هي ما راح تفرق. ولكن لو انت ما تدخل، ادخل على الفريم ايش؟ الفريم اليومي مثلا، وادخل من هذه المنطقه. لو فاتتك هذه المنطقه، الان الذهب كون عندي منطقه، هذه كسرت، اوكي هذه المنطقه الاسبوعيه كسرت، اوكي وهذه اليوميه الان عندي ترند صاعد بهذه الصوره، اوكي خلا احيانا هذه المنطقه اللي زعجتني كثير. والان بالنسبه حق اليومي عندي هذه المنطقه، لو رجع لها السعر فممكن البيع منها. الان في عندي منطقه صدت السعر انه يطلع هذه فوق، لو وصل لها ايضا لازم انا ما اشتري الا بعد ما ينزل ويصحح تصحيح جيد، بعدين اقدر اشتري. معظم الناس مع هذه الشمع الطويله فقد دخل من هذه الليفل او هذا الليفل، وظنا من انه بعد هذه الصعود راح يكمل صعود. لا، السوق ما يمشي بهاي الصوره. السوق لازم تشوفه وتشوف المصادات هذه الموجوده. الان في عندي منطقه عرض، اما تكسر او اما ينزل السعر عند هذه المنطقه اللي انا رسمها، بعدين يطلع يكسر. واذا ما طلع كسرها فما في مشكله، لان انا بكون داخل من هذه الليفل ووقفت في هذا الليفل، فاقتنص هذه الربح كله. ولو كسرها فراح يكون لي منطقه
أخرى أقدر أنا أشتري منها اللي هي هذه المنطقة لو رجع لها السعر. فبالتالي أنا ما أتبع السعر بالنسبة حق العرض والطلب، أنا ما أتبع السعر، أنا أتبع أوامر صنع السوق وتكونت هني، وضعت الأوامر عندي هني، ولو كسرت هذه راح تتكون عندي منطقة أخرى هني وراح أضع أوامري فيها، ما أتبعه، أخلي السعر ينزل في منطقتي وينفذ أوامري لأنها أوامر معلقة ويطلع معاه. نفس ما إيش، نفس ما قلنا في هذه المنطقة الأسبوعية اللي لما نزل لها السعر تنفذت الأوامر وطلع لحد الآن 1600 نقطة تقريبا. فهذه باختصار اللي كنت أبي أنا أوصل لكم بالنسبة حق فريمات المتاجرة. إحنا سلمكم الله نفس ما قلت نشتغل على مبدأ الثلاث فريمات، دائما نشتغل على مبدأ ثلاث فريمات. لازم أشوف الفريم الأعلى والفريم الوسط إيش عامل معاي، وبناء عليه أخذ القرار على فريم الدخول. لو أنا مشتغل على فريم اليومي أخذ الاتجاه من الشهري والأسبوعي. لو أنا حبيت أنا أشتغل ساعة ما في مانع أشتغل ساعة، ولكن لو بتشوف اليومي وتشوف الأربع ساعات. لو حبيت تشتغل 15 منت ربع ساعة أيضا ما في مانع أنزل على ربع ساعة، ولكن شوف إيش، شوف الأربع ساعات وشوف الساعة إيش يعمل. وإلا ما يصير أنت تدخل في مناطق ظنا منك أن أنت عندك مناطق مثلا قوية في ذي المكان مثلا، ويرجع السعر ويضرب منطقتك، يضرب منطقتك لأن أنت ضد اتجاه الربع ساعات والساعة. فبالتالي نرجع ونقول يا إخوان في العرض والطلب لابد الدخول بمفهوم الثلاث فريمات، الفريم الأكبر والأوسط وفريم الدخول اللي أنت أساساً تبني عليه أوامرك. فهذه من الأشياء الرئيسية بالنسبة لنا في العرض والطلب. الآن هل تعتبر هي استراتيجية تصلح لكل وقت أو تصلح لكل سوق؟ هل تصلح للمؤشرات، تصلح للعملات، تصلح للمعادن، تصلح للنفط، تصلح، هل هي تصلح لكل هذه؟ تصلح للأسهم؟ نعم تصلح لكل هذه. ليش؟ لأن المبدأ واحد. المبدأ إيش؟ المبدأ واحد. حين مثلا تحبون تكتبوا لي في الشارت أي 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 زوج تحبون نحلله مع بعض على أساس نشوف الموضوع. طبعا أنا من قبل شوية حلت لكم الذهب، شفتوا الذهب شلون الاستراتيجية ماشية معاه، واللي ما واللي شرى أو اللي باع بيكون انضر كثير من هذه الليفل، ولكن اللي ما باع جدا ممتاز وقف هذه الليفل وحنطالع معاه. بينما الآن تولت عندي إيش، تولت عندي فرص شراء. أنا ليش ما مصمم على الشراء؟ لأن باختصار أنا على الفريم الشهري لترن ما زال صاعد، لم يكسر. الأسبوعي كسر ولكن الشهري ما زال، فبالتالي أنا أقرب للشراء، ولكن أنا أشوف فين ممكن أنا أشتري منه. كثير من الإخوان كتبوا لي على العملات. طيب العملات ماشي، بس أنا أبي أيضا الأسواق مختلفة. خلينا نشوف، في كثيرين طلبوا الدولارية الباوندين المجنون، فين الباوندين؟ الباوندين يا اخوان ايش وضعه؟ الباوندين على الشهري عندي انا ترند هابط، وعندي منطقة تعتبر قوية ولكن ارتد منها السعر، خلاص خذ قوته. لاحظوا كانت منطقة وارتد منها، هذه المنطقة كانت في داخلها منطقة اسبوعية، انا اتذكر تكلمت عن هذه في الجلسات، كانت فيها منطقة جابت هذه المنطقة تقريبا 900 نقطة. هذه المنطقة هاي على فريم الأسبوعي. على اليومي، على اليومي الله يسلمكم، الآن تكونت عندي منطقة ونزل منها السعر ولكن كسرت. خلينا نشوف الأربع ساعات عامل إيش. هي أربع ساعات انكسرت أيضا هذه المنطقة. طيب يا جماعة خبروني بس دائما اللي يطلب زوج يطلب الفريم. أنت التاجر على أي فريم؟ عشان أنا أحلل لك الفريم والفريمين اللي أكبر منه. فاللي طالب الباوند ين يخبرني على أي فريم عشان أعطيك أنا الاتجاه صح. ثلاثين؟ أوكي. إحنا في العرض والطلب ما نشتغل ثلاثين، هنشتغل ربع ساعة، ربع أو ساعة. العرض والطلب ما نشتغل 30، فأنا راح أحلل لك على ربع ساعة. في سبب إحنا ما نشتغل على
الربع ساعة، ماشي؟ طيب إذا أنا أقول لك ربع ساعة معناته إن إحنا بنحلل أربع ساعة وربع، أربع وساعة وربع. طيب إيش وضعه؟ إيش وضعه؟ أنا بكم تساعدوني أيضا في التحليل. الزوج كان في عامل عندنا منطقة ارتد منها بهذه الصورة، كان في عندي منطقة انكسرت، والآن عندي هذه المنطقة، منطقة العرض، منطقة إذن عندي منطقة شراء، وعندي منطقة إيش؟ منطقة بيع. الآن عندي منطقة أصغر شوية بهذه الصورة اللي هو حاليا قاعد يرتد منها. هذه بالنسبة حق الأربع ساعات. إيش توجه الترند؟ الترند اللي عندي صاعد وكسر الترند، هذا بالنسبة حق الترند. طبعا في ذي الحالة هل أنا أشتري؟ الشراء ممنوع. ليش؟ لأن الترند عندي في العرض والطلب نرسمه من أعلى قمتين وقاعين. بمعنى إيش؟ بمعنى عشان بس أنا ما أطول في ذي النقطة، بمعنى مجرد ما يعطيني قمة وقاع أدنى وبعدين قمة، فصار عندي قاع وقاع أعلى، قمة وقمة أعلى، وبالتالي أنا أقدر أرسم الترند مالي، وليس مثل الترند الكلاسيكي اللي يجمع خمسة قمم وقاعين مع بعض. لا، احنا في العرض وطلب الوضع مختلف، فاحنا مع الابديت، يعني ابديت السوق اكثر من الاستراتيجيات الاخرى. واضح؟ فاذا عندي انا الترند الان صاعد مكسور بالنسبه لي، وبالتالي هل انا اشتري؟ الشراء ممنوع. لو بغيت اشتري يمكن انا اشتري من المناطق هذه اللي تحت لو كانت متداخله. هنشوفها متداخلة ولا لا. الترند على اليومي بالنسبة لي ترند صاعد بالنسبة لي، فبالتالي ممكن الشراء لما تكون عندي مناطق متداخلة مع اليومي. عفوا، ما عليه، لا يزعجكم الموضوع، الموضوع بسيط ولكن احنا لازم نشوفه. الأمر الآخر، عندي منطقة موجودة على اليومي لم تكسر بعد، فبالتالي الشراء ممنوع إلى أن تكسر هذه المنطقة لو بغيت أنا أشتري. هل هذه تصلح للشراء؟ لا، ما تصلح للشراء. لو بغيت أشتري، أشتري من تحت من هذه المنطقة، ممكن أنا أشتري منها ولكنها ضعيفة. فبالتالي اللي يشتغل بيع أو شراء، الأفضل أنك تتوقف الآن على الباوندين. بينما هل أنت بإمكانك تبيع على مناطق أخرى؟ هذه متداخلة مع اليومي، عفوا مع الأربع ساعات، ممكن أنك تشتري منها في صعود كويس. هنشوف هالأربع ساعات، الأربع ساعات. المشكلة يا إخوان في اليومي، اليومي اليومي صعب، اليومي مش واضح، ولكن أنا لو حبيت أجرب ممكن أجرب هذه المنطقة فقط. ما عندي شراء، ما عندي وضوح في هذه الزوج بتاتا، ما عندي وضوح لهذه المنطقة اللي تحت اللي عملت الصعود هذه كلها. لاحظوا، لاحظوا هذه المنطقة، شوفوا شلون قوية. هذه على ربع ساعة، هذه المنطقة، هاي المنطقة الوحيدة اللي ممكن أشوفها أنا ترجع السعر إلى فوق على أساس نرجع نشتري. كم بعدها؟ 90 نقطة. هاي بالنسبة حق الربع ساعة. أما الآن فما عندي مناطق واضحة أقدر أن أنا أشتري منها. هل البيع ممكن؟ البيع ممكن، ممكن أنك تبيع. من فين ممكن تبيع؟ ممكن تبيع عكس الترند من هذه المناطق اللي فوق. واضح؟ نشوفها على ربع ساعة. الربع ساعة هي اللي فوق، ما أعتقد السعر راح ينزل لها. البامنات يا جماعة ما تصحح كثير، طاوندات ما تصحح كثير، فمو بواضح. أنا بالنسبة لي مو بواضح، فالابتعاد عنه أفضل، إلا إذا رجع السعر ونزل إلى هذه المنطقة اللي تحت. ممكن أنا أشوف وضع الترندات في ذاك الوقت. حاليا لا شراء ولا بيع، حاليا لا شراء ولا بيع، لأن بعد السوق توا بادي يشتغل، فإلى الآن ما تحددت الترندات ولا رسمت، لأن السوق توا بالكاد يتحرك، فالأفضل الانتظار. اليورو اللي يتكلم عن اليورو، اليورو بالنسبة لي أنا أمام منطقة. خلي أراويكم أنا الشغلة، هاي فرصة كويسة يا جماعة. اليورو شوفوا إحنا عملنا فيه إيش. اليورو الترند هذا الكلاسيكي أنا ما رسمه، بس أنا رسمته مرة حق واحد من الإخوان على أساس أثبت له شغلة.
شوفوا يا جماعة، هذا الترند الكلاسيكي ذي طبعا مش ترند عرض وطلب، توافق شلون مع منطقة عرض طلب قوية في فترة من الفترات بذي الصورة. شوفوا معي في هذا المكان مع هذا الترند، وعمل هذا النزول كله. تخيلوا انا على فريم شهري الان، تخيلوا انا على فريم شهري الان. فلما انت تكون عندك الاستراتيجيه اللي تعطيك توقع حق السعر وانت على الشهري، هذا شيء جميل جدا. طيب الان وضع ايش؟ الان وضع امام منطقه اسبوعيه، وايضا امام منطقه شهريه، امام منطقه عرض شهريه وامام منطقه عرض اسبوعيه. هل ادخل الان؟ لا طبعا لا تدخل الان. بامكانك تعمل ايش؟ هذه المنطقه الاسبوعيه فرش، هذه المنطقه الاسبوعيه فرش. هل تصمد امام هذه المنطقه اليوميه؟ لا، لان المنطقه الاسبوعيه اقوى من المنطقه اليوميه. فبالتالي انا اللي انتظره ايش؟ اللي انتظره عندي ممكن يصير ايش؟ اللي ممكن يصير ان انا يكون عندي الترند ممكن يكسر هذه الترند اللي انا راسمه، ان شاء الله يكون واضح. لا احاول اوضح شوي اكثر. هذه الترند ممكن يكون يكسر، فلما يكسر الترند ممكن يعطيني ايش؟ ممكن يعطيني منطقه اقدر ادخل منها، ابيع منها. ليش ابيع منها؟ لانه هو امام منطقه اسبوعيه. طيب هل اقدر اشتري؟ طبعا ايضا ممكن الشراء. متى ممكن الشراء؟ الشراء ممكن يا اخوان لما السعر يتجاوز هذه المنطقه، وفي بتجاوزه راح يكون لي منطقه في ذي المكان اشتري منها. طيب شلون يا محمد انا الحين اشتري ولا ابيع؟ يا جماعه السوق هو اللي يحكم، هو اللي يحكم. انت ما تقدر تشتري على فريم يومي ولا اربع ساعات ولا ساعه ولا ربع ساعه وانت امام منطقه اسبوعيه. شوفها فريش، هي اللي عامله هذا النزول كله، ما تقدر. فبالتالي اما تكسر عشان تكمل الشراء، اما يرجع السعر لتحت. زين، يرجع السعر لتحت دي الصوره، فيكون لي منطقه فوق اقدر انا ايش؟ اقدر ابيع منها وانا قلبي مرتاح في رجوع السعر، في رجوع السعر لها. واضح؟ صعب يا اخوان ان انت تلاقي فرص بيع وشراء دائما لما تدخل. لذلك احنا في العرض والطلب احنا دربنا على الانتظار. ليش دربنا على الانتظار؟ لان انا اعلق امر، انا ما ادخل الان مع السعر، يعني انا ما افتح منصتي واقول انا راح اشتري الان، راح ابيع الان، راح اجد فرصه. لا، انا احلل وضع الامر في المكان المناسب وانتظر السوق لغايه ان السوق يقول كلمته، واما ترنداتي تكسر فاغير الصفقه، واما السوق يمشي بتحليلي فبالتالي يجي لمنطقتي وينفذ الامر المعلق اللي عندي. فالسوق في النهايه هو اللي يقول كلمته، انت مجرد تحلل. الان انا حلليت، شفت في عندي جدار، جدار قوي هني بالنسبة حق اليورو الدولار، جدار قوي، احتمال ينزل السعر. فلما ينزل السعر هل أنا أروح أشتري؟ ليش؟ ما أقدر. هل هو راح ينزل السعر إلى غاية هني أو غاية إلى يكسر المنطقة اليومية وينزل إلى تحت؟ ممكن ينزل حتى إلى مناطق أسبوعية، لأنه يتعامل بالأسبوعي، من منطقة أسبوعية إلى منطقة أسبوعية، فممكن ينزل إلى المنطقة هذه حتى، هل يقدر يوقفه؟ بالتالي أنت لما تعلق الأمر، تعلق الأمر أنت مرتاح. لو كون منطقة فوق ممكن أبيع لما يكسر الترند، لو كسر المنطقة إلى أعلى راح تتكون لي منطقة شرائية راح أشتري منها. فننتظر ونشوف دائما يا أخوان، خلوها في بالكم. بالنسبة حق العرض والطلب، لو أنا بين منطقتين في العرض والطلب، أوكي، بين منطقتين والسعر، والسعر يا أخوان وصل لي هذه المنطقة فهو الشراء أقرب. لو السعر وصل المنطقة اللي فوق الشراء، فالبيع هو اللي أقرب. طيب لو السعر وصل للمنطقة اللي فوق الآن ونزل وهو الآن في نص قاعدة تذبذب، إيش أعمل فيه؟ ما أقدر أعمل فيه شيء، إلا إن تتواجد عندي مناطق في الوسط أقدر أبيع منها، أو إني أنا أنتظر ينزل لهذه المنطقة. هل أنا أشتري مباشرة لما ينزل لهذه المنطقة؟ طبعا لا، لأن هذه المنطقة بتكون لمست أكثر من مرة. أعمل أنتظر يعني يعمل لي منطقة جديدة في هذه المنطقة برجوعه أقدر أشتري منها. فلما تكون أنت في الوسط لابد تتعامل مع السوق بصبر أكثر. فالآن أنا السعر المنطقة الأسبوعية لابد الانتظار بالنسبة حق اليورو دولار، وسامحوني أطلت عليكم بهذا الزوج، ولكن أنا عارف أن اليورو دولار محط أنظار كثيرين، فبالتالي شوي تعمق بالنسبة حق اليورو دولار. طافت الساعة 9، سامحوني شوية أطلت عليكم.
ولكن انا دائما بالنسبه حق العرض والطلب، ولما اتكلم عرض وطلب انسى نفسي لعشقي لهذه الاستراتيجيه. طبعا راح تكون في عندنا محاضرات قادمه مع تكمل، راح يكون في عندنا السلوك السعري ام المؤشرات الفنيه، لان كثيرين يتكلمون عن المؤشرات مبنيه استراتيجيتهم على المؤشرات، فراح نتكلم عن السلوك السعري مقابل المؤشرات الفنيه في محاضره قادمه، وبعدها راح نتكلم في محاضره اليه الربح المنتظم، كيف اجد لنفسي اليه سيرت الميكانيزم تخلي عندي الربح منتظم وليس خطوه للامام خطوتين للخلف، ربح خساره ربح خساره، في بعض المفاهيم ممكن نتعلمها مع بعض. وراح يكون عندي المحاضره الاخيره التداول مع مسارات المال. ايش هي مسارات المال يا اخوان؟ راح تصاحبون لما تسمعون او نتكلم عن مسارات المال. ايش هي مسارات المال؟ في شيء اسمه مسارات المال، ما اعرف اذا في احد تكلم عنها من قبل ولا لا، ولكن راح تشوفون ان شاء الله انها من المواضيع اللي جدا مهمه، جدا راح تخلي ننظر الى السوق بنظره مختلفه. طبعا اشكركم شكرا جزيلا. احنا دائما نركز على العرض والطلب بالتحديد، ودائما نبني دوراتنا ونبني سيميناراتنا على العرض والطلب، فما اشتغل عرض وطلب. راح تكون في عندنا فعاليات كثيره ان شاء الله قريبا، وراح تكون في عندنا ايضا دوره قريبا ان شاء الله بعد اسبوع راح نعطي فيه تفاصيل اكثر، لان العرض والطلب يا اخوان ما ممكن تعلمها بالسيمينار، ولكن حاول قد ما اقدر ان اليوم اعطيكم بعض المفاهيم اللي على الاقل تبين لكم نقاط القوه والضعف في العرض والطلب، وايش ليش احنا ممكن نشتغل العرض والطلب، وليش ممكن احنا نتعلمها ونبني استراتيجياتنا بناء عليه. قد تكون ضاله الناس، قد يكون الناس يبحثون الان عن استراتيجيه نقاط القوه فيها قويه، الستوب لوس قليل، الربح الى الخساره ثلاثه اضعاف، الى هذه النقاط حاولنا ان احنا نوصلها لكم ان شاء الله. المحاضرات القادمه راح تعلن عنها تكمل، راح تعلن عنها بفتره كافيه، فهم ما شاء الله عليهم مجتهدين ممتازين جدا، ويعني شغلهم لا غبار عليه، راح يعلنون عنها ويخبرونكم باذن الله. شكرا جزيلا. اذا في احد عنده سؤال والا راح نختم، راح ممكن نخلي ثلاث اربع خمس دقائق ناخذ اذا في سؤال معين عن احد النقاط اللي تكلمنا فيها، ولكن ليس تحليل، التحليل راح ياخذ وقت. اذا في اي سؤال عن اي نقطه، في اي سؤال عن اي نقطه؟ طيب بارك الله فيكم وشكرا جزيلا، كان معكم محمد عجلان، وان شاء الله نراكم قريبا في المحاضرات القادمه باذن الله. شاكر لهم، شكرا جزيلا لكم. اخوي عمر نختم ولا تبي تقول شيء؟ معاي اخوي عمر؟ اي استاذ الغالي سامعني، انا بقول لك كفيت ووفيت ما شاء الله عليك، فانا شاكرك جزيل الشكر بصراحة، استفدنا كثير منك ما شاء الله، بحر من المعلومات. أكيد طبعا إحنا وياك رح نتابع اليوم، التسجيلات كانت تحت 50 مثل ما شايف، لكن إن شاء الله في الويبينارات الجاية حتى المشاركات رح تكون أكثر للشباب، وطبعا الآن رح نشير هذا الفيديو مع الناس اللي أوردي، كثير ناس سألتني على الخاص إذا بإمكاننا نبعث لهم الفيديو، في ناس سجلت لكن ما سمح لهم الوقت، عشان تعرف فقد ما نبتدي فيه الندوة ما نسمح لهم بالتسجيل، خلاص بيكون ديدلاين، فكانوا يتواصلون معانا وطلبوا كمان نبعث لهم الفيديوهات، إن شاء الله نبعثها لهم. فأنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد، وطبعا على الندوة الجاية رح نبلغ الشباب على قنواتنا الرسمية على الفيسبوك، على حساباتنا الشخصية، وبارك الله فيك أستاذ الغالي. حياكم الله، شكرا جزيلا لكم. الله يبارك فيك ويسلمك، في امان الله، نشكر استاذ الحضور، في امان الله، في امان الله استاذي، مع السلامه. مع السلامه، في امان الله، مع السلامه.